دلوقتي في حاجات في البلد دي انا مش فاهم لها معنى. ماشي اوكي، ما هو انت لما تيجي تدور حواليك كده هتلاقي فجأة كده قفز على المسرح السياسي في العالم العربي مجموعة شخصيات ما كانش المفروض يكونوا موجودين أصلا، ودي من مهازل العالم العربي. يعني مثلا عندك الملك عبد الله ملك الأردن، تعالى كده قرب مني، قرب قرب كمان هنا جنبي، وهات شوقك على شوي، قرب. الملك عبد الله ملك الأردن ما كانش المفروض يكون ملك، كان ولي عهد الملك حسين واحد اسمه الحسن أخوه. الملك حسين وهو بيموت خد طيارة من أمريكا للأردن، طير أخوه وجاب الواد ده. طب ماشي، نمشي شوية كده. الإمارات، رئيس الإمارات كان راجل الشيخ خليفة ابن الشيخ زايد. ما تعرفش اللي حصل، حد حط له حاجة دمر له مخه، وما كانش المفروض اللي يحصل ده بيحصل. وكان في محمد بن راشد أمير دبي، فجأة محمد بن زايد بقى رئيس. الله، ما كانش المفروض يحصل ده يا ولاد، بس حصل. نروح بقى للسعودية، محمد بن سلمان في السعودية. كان المفروض الجدع اللي كان موجود ده قبل كده اسمه ايه؟ ولي العهد اللي كان اللي محمد بن سلمان بس رجله ده، نسيت اسمه دلوقتي. وده اللي كان هيبقى الملك. خلاص بقى، فجأة محمد بن سلمان راح مطيره وجا مكانه ودمر الأسرة كلها. أيوة نايف. ماشي؟ أدي وقت التالت، الرابع السيسي. ما كانش مفروضه أصلا يبقى غير انه رئيس مجلس مدينه، قسما بالله مدينه، ويجيبوا له مدينه ايه، نحس بنت لذينه من المدن اللي هي الضايعه دي. لكن في مدن في مصر كده لا ليها معنى ولا ليها لون ولا طعم، بس اوكي هي بالتاريخ كده احنا متفقين مع بعض انها مدينه يعني. فجاه السيسي ده من واقفه كده وعامل كده وحاجات دي بقى رئيس الدوله. طب وهو الراجل بتاع تونس كان المفروض يبقى رئيس؟ ده كان بيشرب سجاير رديئة جدا. طب وهو تبون كان المفروض يبقى رئيس الجزائر؟ فلما تبص عليك في العالم العربي كده تلاقي مجموعة شخوص قفزوا على المسرح السياسي أصلا جايين غلط. داخل كل دولة بقى في حاجات مش مفهومة، منها مصر. من نكت لقاء الإعلاميين السري ده إن السيسي طلع يطالب حاجة اسمها الحوار الوطني، إنه يكون حر ويناقش أي قضية بدون خطوط حمراء، وإن هو شخصياً، أنا راجل شخصياً ما عنديش مشكلة، بس الأولوية إنكوا تكلموا الناس على الزلزال اللي بيحصل في المنطقة علشان يحمدوا ربنا ويصبروا على اللي هم فيه. اسمع السيسي بيقول إيه على الحوار الوطني. الحوار الوطني يا استاذ مصطفى، انا شايف الدكتور ده قدامي. طب ما احنا اي قضيه من القضايا اللي انتوا الحوار ده، احنا قلنا ده في حاله انعقاد يا فندم دائم، مش كده؟ واي قضيه مش بس القضيه ديت عايزين تتكلموا فيها، انا ما عنديش مشكله. وبالمناسبه اتكلموا، واتكلموا في الاعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجه، يعني حد يشرح في موضوع معين على الاقتصاد، عن شكل القوه في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبه تاني هقول، الاعلام والدراما قادر على ان هو يعمل رسائل اكتر كتير من اللي احنا وانتم نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنه اللي انتم خايفين منها. بيبقى في كلام بتاع حتى موضوع الزلزله الكبيره قوي بتاعه المنطقه وشكل المنطقه هتبقى عامل ازاي، واحنا هنجابهها ازاي. طول ما انتم واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين، اي حاجه هتبقى سهله. هو انت لك بس معلش، هو سيبك من الكلام ده بقى. طول ما احنا مع بعض يا مصريين، احنا مش مع بعض ولا حاجه. المصريين مش مع بعض، في نص في المية كده عايشين بيجيبوا موبايلات ب 1120 ألف جنيه، وانت قاعد في السرايات الكبيرة اللي احنا ما نعرفش فين، وانت ما شاء الله عليك يعني بغبغان كلام. مش مهم، مش مهم. لكن عندي سؤال، بس سؤال بديهي يعني، هو ايه الحوار الوطني ده؟ والله السؤال ده انا بسأل والناس تفهمني، انا راجل قابل للتعلم والله. حد يفهمني الحوار الوطني ده ايه؟ بديل لايه؟ بديل للبرلمان؟ بديل لمجلس الشورى؟ بديل للأحزاب؟ بديل للصحافة الحرة؟ بديل لمجتمعات المدنية، للجمعيات الأهلية؟ أي الحوار الوطني ده بديل لإيه؟ بديل لنقابة الصحفيين؟ بديل لنقابة الممثلين؟ أصل عمال يقول الحوار الوطني، يا حوار وطني أنتوا عندكم وخليكم في حالة اجتماع دائم.
ما عندنا برلمان يشرع ويراقب، عندنا مجلس شورى، عندنا جمعيات مجتمع مدني، عندنا نقابة صحفيين، عندنا يعني عندنا نفس الليلة بتاع أمريكا. حد يقول لنا مجلس الحوار الوطني ده بديل عن إيه؟ وليه يتقال له اتكلم أنت مش البرلمان، اتكلم في كذا. هو ارجع تاني، معلش ارجع تاني كده لكلامه. الحوار الوطني، الحوار الوطني يا استاذ مصطفى، انا شايف الدكتور ده قدامي. طب ما احنا اي قضيه من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حاله انعقاد يا فندم. ليه ايه الحوار الوطني دي؟ ايه هيئه مجلس الحوار ايه ده بقى؟ وايه شرعيته؟ وايه كينونته؟ وهل قراراته ملزمه؟ هل قراراته لما ياخد قرار كده وتوصيات ملزمه لمين؟ وتناقش ولا لا تناقش؟ ايه يا جماعه الحاجات دي؟ انا اقول لك بقى عشان اجاوب لك على الاسئله دي وريحك. الحوار الوطني ده معمول يافطه على الايد كده، معمول يافطه على الايد للغرب، يتقال فيها للغرب اننا دوله ديمقراطيه. انتوا دوله ديمقراطيه؟ امال ايه؟ بأمارة ايه؟ عندنا حوار وطني. يا راجل والله العظيم عندنا حوار وطني زي بص يا معلم تاخد منه شغل. عندنا ناس بتتكلم وتطلع توصيات، امال ايه؟ انت فاكر بنلعب؟ طب بدليل ايه بقى؟ بدليل النتيجه النهائيه للحوار الوطني. تقدر تقول لي عمل ايه؟ الحوار الوطني اللي السيسي عايزنا يفهمنا ده انه ليه قيمه وانه في حاله انعقاد دائم. تخيل انه ما اتاخدش منه حرف في الافراج عن المعتقلين السياسيين، بل بالعكس اللي بيحصل ان الاعتقالات شغاله اكتر وما بتوقفش. اتفضل. معتقل مصري يحاول الانتحار امام النيابه بعد سنوات من حبسه احتياطيا. تقرير حقوقي يكشف زياده هروب العاملين بالمجال العام. تجديد حبس نسيبه محسوب خارج اطار القانون وحبس 22 مخفيا قسريا. النائب العام المصري يرفض اطلاق سراح علاء عبد الفتاح ومحبوس من سنه 27 حتى 27. ادي الحوار، سلمنا الحوار الوطني. مكلمه وفلوس ومصاريف وناس تطلع تتكلم، الحوار الوطني حل ايه وربط ايه يعني؟ الحوار ما قدرش حتى يقف مع منى سيف او سناء سيف اللي واقفين لوحدهم بطولهم قدام نظام مجرم رافض يفرج عن اخوهم علاء عبد الفتاح. تزعل مني بقى؟ ما تزعلش مني، انا متعاطف مع علاء، متعاطف مع اي حد مظلوم دلوقتي، متعاطف مع الستات دول اللي واقفين في معركتهم لوحدهم وراهم ست امهم الدكتوره ليلى سويف، ام علاء اللي اعلنت اضرابها عن الطعام زي ما الخبر ده بيقول. في خبر بيقول والدة علاء عبد الفتاح تبدأ إضرابا كليا عن الطعام. الحمار الوطني زي ما الناس مسمينه يعني، مش الحوار الوطني. الحمار الوطني ده اللي بيتم الإفراج عنه بعفو رئاسي بتوصيات الحوار الوطني بيرجع يتقبض عليه تاني. يعني الحمار الوطني ضياء، انت متخيل ضياء؟ ضياء يا بيه، اسمه ضياء ايه؟ اسمه ضياء ايه؟ اسمه ضياء رضياء رشوان غالبا. ضياء رشوان ده من ارمانت صح؟ انا ما تاخدني الذاكره يعني. ارمانت دي لو هو من ارمانت خرجت العبقري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بس جاب الضياء زي ما الصعيد كده جاب مصطفى بكري ومحمود بكري وعيله بكري كلها. يعني الحوار الوطني بتاع ديار رشوان ده اللي بدأ يستحمى مؤخرا يعني يوصي بالإفراج عن أحد عن شخص يرجع يتقبض على نفس الشخص تاني، وده اللي حصل مع المهندس يحيى حسين عبلادي بعد عامين على خروجه من السجن بعفو رئاسي توقيف المعارض يحيى عبد الهادي يحيى حسين عبلادي، والحوار الوطني ساكت أصلا. ده أنا هقول لك على مفاجأة، اصلا السيسي اللي قاعد يقول لك الحوار الوطني يبقى في حاله انعقاد دائم ده اتقبض على اعضائه اصلا اهو. اخفاء المتحدث باسم المعلمين بالحوار الوطني قسريا في مصر وسط انتقادات حقوقيه. تخيل اصلا، يعني يا بيه اصلا واحد منهم، واحد منهم. الحوار الوطني في محامي اسمه طارق العوضي صح؟
طلع العوضي رافض ياخد اسماء ناس محبوسه ظلم احتياطي من سنين وهو عضو الحر الوطني بمزاجه بقى، هاخد القايمه عطارق العوضي. وده الراجل ده هو ده المتحدث باسم الاعلاميين عضو في الحوار الوطني اختفى قسريا. يا بيه الحوار الوطني ده هو يفطى زي ما قلت لك، لا يؤخذ برايه في اي شيء. زي توصيته مثلا لما جم يعملوا قانون اجراءات الجنائيه الجديد، عملوا توصيات بقى الحوار الوطني صدق بقى، قال له خد يا واد هتصدق، ما خدوش رايه في اي حاجه في يعني كل اللي قالوه عن الاجراءات الجديده الجنائيه الجديده ولا اي حاجه. اسمع الاستاذ نجاد البرع بيقول ايه. حاجه هكرر مره ثانيه كلام بقيت اقوله في كل حته من بقى دمه جديد، لا علاقه للحوار الوطني اطلاقا بمثل هذه المشروعات، لم يناقش، لم يتفق عليها، لم تعرض عليه، في ظني انها ضد مقرراته الحوار الوطني. واقول لحضراتكم حاجه، كل ما احيل للبرلمان من توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي لا وجود له في هذا القانون، ودي اعجب حاجه في الدنيا، لان مش انا اللي احلته، الذي احله رئيس الجمهوريه نفسه. يعني انا ما قلتلكش حاجه، يقول لك انتوا عندكم في الحوارات اتكلموا اتكلموا قولوا اقعدوا مع بعض، قولوا اقعدوا اقعدوا، عشان يقول الغرب ان انا عندي حوار وطني. بس هو حوار لا يقدم ولا اخر شيء، حوار طرشان عشان بس يجمل صوره النظام. وفي بقى محامين ومعارضين وحقوقيين ويقعدوا ياكلوا حاجات سانيزون وحاجات كده ماشي، وميه معدنيه في جو، عاملين احنا الجو بتاعنا. ويطلع الديار يقول لك النهارده كان لنا في ايه يا اولاد، نتكلم النهارده في ايه، كيكي عالي وكيكي على الواطي، يلا نقوم يلا نتكلم بعدين ناخد دي توصيات. خدوها ما خدوهاش مش مشكله، حوار وطني ايه.